ألف حمد لله على سلامتك يا رحومة. إيه البيبي القمر ده؟ مبروك يا رحمة، اتربى في عزك يا هشام. ويتربى في عزك يا طنط. سبحان الله يا ميشو، الولد شبهك الخالق الناطق. لا مبروك يا صول على حفيدك. حفيدي؟ إيه جديد عليكي؟ آه بصراحة جديد عليا قوي، مش قادرة استوعب الفكرة. مبروك يا حبيبي. مبروك عليك يا حبيبتي. ايه رايكم نسميه كريم؟ لا يا مامي انا عايزه اسميه اياد. اياد هشام ابو الدهب، والله اسم فني. اه والله اسم حلو فعلا، عرفتي تنقي يا رحمه. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتسموا الولد وبتختاروا الاسم لوحدكم كده من غير اي اعتبار ليا ولا كاني موجوده؟ مش دي الاصول طبعا. على فكره انا مامته وهو بابا، وطبيعي ان احنا اللي نختار الاسم. الاصول عندنا انه الولد يتسمى على اسم جده سليم باشا البارودي. ايوه صوره، الموضوع مش مستاهل خلاف يعني. لا خلاف ايه، البيبي الجميل ده ربنا بعته علشان يجمعنا مش يفرقنا. كلام مظبوط يا ماما، عشان كده انا عندي فكره جهنميه، كل واحد فينا عايز اسم يكتبه في ورقه ونلخبطهم واللي نختاره يبقى هو اسم الولد، ايه رايكم؟ لا طبعا، احنا هنسمي الولد بالصدفه. الولد خلاص خد اسم جده سليم باشا البارودي. طبعا انت عندك حق يا صوله، بس انا معقوس في الفكره دي، احنا نعمل قرعه وفي الاخر الاسم اللي هيطلع ده يبقى جاي من عند ربنا. انت شايف كده؟ حلو حلو والله، ممكن في الاخر يطلع سليم يعني.